الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. ما زلنا نواصل الحديث عن صفات الحروف العربية موزعة على حروف الهجاء. كنا تكلمنا عن صفات الهمزة وصفات الباء وصفات التاء وصفات الثاء، وذكرنا مخارج هذه الحروف، وأتينا على أبرز الأخطاء التي تحدث عند نطق هذه الأحرف. اليوم إن شاء الله نواصل في هذا ونبدأ بحرف الجيم. الجيم أيها المباركون تخرج من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى. عندنا ثلاثة أحرف تخرج من هذا المكان، وهي الجيم والشين والياء غير المدية. هذه الحروف الثلاثة تخرج من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى. أج هكذا، أي، أش. لاحظوا أن مخرج هذه الحروف من هنا من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى. الجيم من صفاتها أنها حرف مجهور، يعني هي ليست من حروف سكت فحثه شخص، الحروف التي يجري النفس عند النطق بها. الجيم هي حرف شديد لا يجري النفس عند النطق بها، ويهتز الوتران الصوتيان عند النطق بها. يعني حينما أقول مثلا أج وأضع يدي هنا على الحنجرة، سنلاحظ اهتزاز الوترين الصوتيين. إذن الجيم هي حرف مجهور لأن الهواء لا يجري عند النطق بها، إنما ينحبس الهواء ويهتز الوتران الصوتيان عند النطق بحرف الجيم. الجيم أيضا هي حرف شديد ينحبس الصوت عند النطق بها، لأنها من حروف أجد قط بكت، الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. هذه الحروف طبعا ينحبس الصوت عند النطق بها، وعندنا حروف يجري الصوت عند النطق بها، وهي الحروف الرخوة، وعندنا حروف بينية يجري الصوت عند النطق بها جريانا وسطا، وهي حروف لن عمر، اللام والنون والعين والميم والراء. طبعا لابد من الانتباه لهذه الصفة في حرف الجيم، لأن العديد من الناس يهمل صفة الشدة في حرف الجيم، سيما في عامياتنا المعاصرة. يعني الآن معظم الناس نسمعهم يقولون أج، هذه ليست بجيم فصيحة، هذه جيم عامية. إنما الجيم الفصيحة هي هكذا أج أج، هكذا ينحبس الصوت عند النطق بها. فلا بد من الحرص على صفة الشدة في حرف الجيم. الجيم العامية التي ننطقها في لهجاتنا هذه لا يصلح أن نتلو القرآن الكريم بها، إنما الجيم الصحيحة الفصيحة التي يجب علينا أن نقرأ القرآن العظيم بها هي جيم شديدة، ننتبه لهذا الأمر. من صفات الجيم أيضا أنها حرف مستفل، لأنها ليست من حروف الاستعلاء السبعة التي
يتصعد الصوت عند النطق بها إلى قبة الحنك. الجيم هي حرف مستفل مستحقها الترقيق، لا نفخم الجيم. الجيم حرف منفتح لأنها ليست من حروف الإطباق الأربعة، الصاد والضاد والطاء والظاء، هذه الحروف التي ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان وبين الحنك الأعلى. هذا بالنسبة لصفات الجيم المتقابلة. الجيم هي حرف مجهور وهي حرف شديد، وننتبه لهذه الصفة في حرف الجيم. الجيم الصحيحة الفصيحة هي جيم شديدة ينحبس الصوت عند النطق بها. وعندنا أيضا الجيم حرف مستفل مستحقه الترقيق، وحرف منفتح لا ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان وبين الحنك الأعلى. هذا بالنسبة للصفات المتقابلة كما ذكرت. الصفات التي لا ضد لها، اتصفت الجيم بصفة واحدة من هذه الصفات وهي صفة القلقلة. يعني الجيم إذا سكنت نخرجها بالتباعد بين طرفي عضو النطق، ذلك أن الحروف الساكنة طبعا تخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق باستثناء خمسة أحرف وهي حروف القلقلة، القاف والطاء والباء والجيم والدال. هذه الحروف إذا سكنت نخرجها بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحبها شائبة حركة من الحركات الثلاث، يعني لا يصاحبها شائبة من فتحة ولا يصاحبها شائبة من ضمة ولا يصاحبها شائبة من كسرة. هذا بالنسبة لصفات حرف الجيم. نأتي على أبرز الأخطاء التي تحدث عند نطق حرف الجيم. أول هذه الأخطاء كما ذكرت لكم منذ قليل هو أن ننطق الجيم رخوة، ننطق الجيم كالجيم في العامية، يعني نقول مثلا جعلوا، ونقول مثلا وجنة، لا، الصواب أن نقول جعلوا جنة، هكذا ننطق الجيم شديدة لأن الجيم من حروف الشدة ينحبس الصوت عند النطق بها. مثلا يجعلون، أيضا الجيم هنا لابد من بيانه، طبعا بما أن الجيم ساكنة هنا طبعا نتخلص من صفة الشدة، نتخلص منها بالقلقلة. طبعا أنا لا أريد أن أتحدث في هذا لأني سأطيل الحديث هكذا، لكن أذكره في عجالة. أنا كنت قد ذكرته قبل يعني في أكثر من حلقة لكن أعيد. الحروف الشديدة أجد قط بكت، الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء، هذه الحروف هي حروف شديدة، وحروف شديدة يعني ينحبس الصوت عند النطق بها. يعني حينما أقول مثلا لاحظوا كيف أن الصوت ينحبس، حينما نقول أج لاحظوا كيف أن الصوت ينحبس، حينما نقول أد أب أك أت يحدث انحباس للصوت. طبعا هذا الانحباس يعني يحدث ضيق هكذا في الحلق وفي الصدر. العرب بفطرتها تخلصت من هذا أو تخلصت من هذا الضيق ومن هذه الشدة بعدة طرائق، فتخلصوا من الشدة في القاف والطاء والباء والجيم والدال، تخلصوا منها بالقلقلة، فبدل أن يقولوا أق يقولون أق، بدل أن يقولوا أج يقولون أج، بدل أن يقولوا أب يقولون أب، بدل أن يقولوا أق يقولون أق، بدل أن يقولوا مثلا أط يقولون أطى، فيتخلص من هذه الشدة بالقلقلة في حروف قطب جد. الباء الكاف والتاء طبعا حروف أجد قط بكت، طلعنا منهم خمسة أحرف وهم حروف القلقلة. الكاف والتاء طبعا هي حروف مهموسة، فتخلصوا من الشدة اللي في حرف الكاف واللي في حرف التاء، تخلصوا منها بالهمس، فيقولون أك هكذا ينفتح المخرج ويتدفق الهواء صفة الهمس، يقولون أت بمجرد أن ينفتح المخرج يتدفق الهواء، فتخلصوا من الشدة في الكاف والتاء، تخلصوا منها بصفة الهمس.
بقي عندنا الهمزة. الهمزة طبعا العرب تخلصت من الشدة التي فيها بطرائق عديدة، أحيانا يسهلون الهمزة، أحيانا يبدلون الهمزة، أحيانا يحذفون الهمزة. ف يعني هذا كله تحت الهامش. يعني الآن نعود لحديثنا، كنت أتحدث عن أبرز الأخطاء التي تحدث عند نطق الجيم. ذكرت لكم أن من الأخطاء أن ننطقها رخوة، لا نقول جعلوا، إنما نقول جعلوا، ولا نقول وجنة وجنة الصواب وجنة، هكذا لابد أن ننطق الجيم شديدة. من الأخطاء أيضا هو خلط صوت الجيم بصوت الدال، نخلط الجيم بدال. مثلا يجعلون لا ننطقها يجعلون يجعلون، لاحظوا كيف خلط صوت الجيم بصوت الدال، هذا خطأ. الصواب هكذا يجعلون، ننتبه لهذا الأمر أيضا. من الأخطاء خلط صوتها بالشين، طبعا هذا موجود، خلط صوت الجيم بالشين، يعني ننتبه لهذا الأمر أيضا. مثلا المجاهدين، الصواب المجاهدين، ننتبه لهذا أيضا. من الأخطاء قلبها ياء، يعني أن نقلب الجيم ياء وأن نبدل الجيم ياء. مثلا المساجد، البعض ينطقها المسايد، طبعا قد هذه الأخطاء قد لا تكون موجودة في بلادنا وفي لهجتنا، لكن في اللهجات الأخرى هذا موجود، يعني نحن نأتي على كل الأخطاء. من الأخطاء أيضا هو أن ننطق حرف الجيم بحرف، نقول مثلا جا بهذا الصوت، مثل حرف الجي في الإنجليزية ينطق جا، فطبعا هذا موجود في لهجتنا. مثلا إخواننا المصريين بدل أن يقول الحج يقول الحج هكذا، فينطق الجيم جا مثل حرف الجي في اللغة الإنجليزية، طبعا هذا لا يصح، لا ننطق الجيم هكذا، الصواب الحج، أج أج، ننتبه لهذا الأمر أيضا. هذه هي أبرز الأخطاء التي تحدث عند نطق حرف الجيم. ننتقل إلى الحرف الذي بعد حرف الجيم اللي هو حرف جيم، حاء خاء، حرف الحاء. الحاء يخرج من وسط الحلق، طبعا الحلق هو مخرج عام فيه ثلاثة مخارج خاصة، عندنا أقصى الحلق وهو منطقة الأوتار الصوتية، عندنا وسط الحلق وهو منطقة لسان المزمار، وعندنا أدنى الحلق وهو منطقة جذر اللسان مع الحنك اللحمي. الحاء تخرج من وسط اللسان من منطقة لسان المزمار، طبعا هي وحرف العين أح ح حي حو، هذا هو مخرج حرف الحاء. سنذكر إن شاء الله صفات حرف الحاء لكن بعد أن نخرج لهذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني. Mm-hmm.
السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم من جديد. كنت قبل الفاصل أتحدث عن حرف الحاء، وذكرت أن الحاء يخرج من وسط الحلق من منطقة لسان المزمار، أح حا حي حو. صفات حرف الحاء: أول صفة من صفات حرف الحاء أنها حرف مهموس، لأنها من حروف سكت فحثه شخص. هذه الحروف هي الحروف المهموسة التي يجري النفس عند النطق بها حينما نقول أح. لاحظوا كيف أن النفس يتدفق، يعني إذا وضعنا أيدينا أمام أفواهنا سنلاحظ هواء يخرج. أح، بإمكانكم أن تجربوا هذا. فالحاء هي حرف مهموس يجري النفس عند النطق بها. أيضا هي حرف رخو، لأن الصوت لا ينحبس عند النطق بها. هي ليست من حروف أجد قط بكت، هذه الحروف التي ينحبس الصوت عند النطق بها، وهي ليست أيضا من حروف لن عمر، الحروف البينية التي يجري الصوت فيها جريانا وسطا، إنما هي حرف رخو يجري فيها الصوت جريانا كاملا. لاحظوا أح، لاحظوا كيف أن الصوت يجري، أستطيع أن أجري صوت الحاء. الحاء هي حرف مستفل، لأن الصوت لا يتصعد عند النطق بها إلى قبة الحنك. حينما أنطق الحاء ساكنة سيكون اللسان في وضع الراحة، لا يرتفع أقصى اللسان، وبالتالي لا يتضيق الحلق، وبالتالي لا يتجه الصوت إلى قبة الحنك، إنما يتسفل الصوت ويخرج إلى خارج الفم. الحاء هي أيضا حرف منفتح، لأنها ليست من حروف الإطباق. الصاد والضاد والطاء والظاء، هذه الحروف طبعا ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان وبين الحنك الأعلى، الصوت لا ينحصر عند نطقنا للحاء بين اللسان وبين الحنك الأعلى. هذه صفات حرف الحاء، طبعا الصفات المتقابلة. أما الصفات التي لا ضد لها فلم تتصف الحاء بصفة من هذه الصفات. طبعا هناك أخطاء تحدث عند نطق حرف الحاء، نذكر هذه الأخطاء لنتجنبها ونمثل للخطأ ونذكر الصواب إن شاء الله. أبرز هذه الأخطاء إبدالها خاء أو هاء، طبعا هذا يوجد عند الأعاجم، يعني ممن ليسوا من العرب وأسلم وتعلم القرآن، فهذه الأخطاء تكثر عندهم، فهم يبدلون الحاء هاء أحيانا، وأحيانا يبدلونها خاء. هذا موجود عند الأفارقة مثلا، ويعني هو شائع عند العجم، فبدل أن يقول مثلا الرحمن يقول الرهمان، هكذا ينطق الحاء هاء، أو ينطق الحاء ينطقها خاء. وأعيد، هذا موجود عند غير العرب، فينتبه لهذا. من الأخطاء أيضا ضعف همسها، لأن الحاء حرف مهموس من حروف سكت فحثه شخص، فإذا تحركت هذه الحاء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، البعض يضعف صفة الهمس هنا. الصفات أيها المباركون هي موجودة في الحرف الساكن وفي الحرف المتحرك، إلا أنها في الحرف الساكن تكون أوضح، لذلك نحن دائما نمثل للصفة بالحرف الساكن، لأنها في الحرف الساكن تكون جلية وتكون واضحة. الحركة تضعف الصفة ولا تلغيها، ننتبه لهذا الأمر. فالصفات تكون في الحرف الساكن وتكون في الحرف المتحرك، كل الصفات باستثناء القلقلة، لأن القلقلة لا تكون إلا في حروفها إذا سكنت، في حروف قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. من الأخطاء أيضا عدم بيانها إذا جاورت عينا. الحاء إذا كان بعدها مثلا حرف العين، البعض يعني لا يبين الحاء أصلا، لا يأتي بالحاء. طبعا الحاء والعين هما من مخرج واحد، كلاهما يخرج من وسط اللسان من منطقة لسان المزمار. جربوا أح أع، لاحظوا أنهما من مخرج واحد من وسط اللسان.
فإذا مر معنا مثلا قوله تعالى فاصفح عنهم، البعض هنا لا يبين الحاء، يقول هكذا فاصفع عنهم، طبعا هذا أسهل فيدغم الحاء في العين، هذا خطأ، ننطق الحاء وننطق بعدها العين، فاصفح عنهم فاصفح عنهم، ولا نقول فاصفع عنهم، ننتبه لهذا الأمر، لا بد من بيان الحاء إذا جاورت حرف العين، ننتبه لهذا الخطأ الشائع. هذا بالنسبة لأبرز الأخطاء التي تحدث عند نطق حرف الحاء. ننتقل إلى الحرف التالي جيم حاء خاء. حرف الخاء يخرج من أين؟ يخرج من أدنى الحلق، الحلق مخرج عام فيه ثلاثة مخارج، أقصى الحلق تخرج منه الهمزة والهاء، ووسط الحلق وتخرج منه العين والحاء، وأدنى الحلق وهو منطقة جذر اللسان مع الحنك اللحمي، من هذا المكان يخرج حرفان وهما الغين والخاء. إذا الخاء تخرج من أدنى الحلق، أدنى الحلق ما هو؟ هو منطقة جذر اللسان مع الحنك اللحمي. نستطرد أيضا الحنك الأعلى، طبعا عندنا الحنك اللحمي هو آخر منطقة في الحنك الأعلى، عندنا بعدين الحنك العظمي الصلب، وعندنا مقدم الحنك، وبعدين عندنا اللثة، طبعا هذا شرحناه في بداية حديثنا عن مخارج الحروف، لكن أحيانا أنا أستطرد وأذكر ببعض الأشياء من باب المراجعة، ومن باب لو في شخص مثلا ما حضرش معانا تلك الحلقات يعني نعطيه المعلومة. نأتي على صفات حرف الخاء. الخاء أول شيء هي حرف مهموس. ما معنى مهموس؟ يعني يتدفق النفس عند النطق بها، هي من حروف سكت فحثه شخص، السين والكاف والتاء والفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد. الخاء من حروف سكت فحثه شخص، يعني يتدفق النفس عند النطق بها. لو نطقنا مثلا أخ ووضعنا أيدينا أمام أفواهنا سنلاحظ أن الهواء يخرج، يعني نشعر بهذا الهواء الذي يخرج من أفواهنا. الخاء هي أيضا حرف رخو، لأن الصوت يجري عند النطق بها، ليست من حروف أجد قط بكت التي ينحبس الصوت عند النطق بها، وليست من حروف لن عمر التي يجري الصوت فيها جريانا وسطا. لاحظوا لاحظوا باستطاعتي أن أطيل صوت الخاء وأن أمط صوت الخاء، بالتالي هي حرف رخو. الخاء من صفاتها أيضا أنها حرف مستعل. لماذا؟ لأن الصوت يتصعد إلى قبة الحنك عند النطق بها، هي من حروف خص ضغط قض، هذه سبعة أحرف هي حروف مستعلية، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. حينما أنطق الخاء ما الذي يحصل؟ يرتفع أقصى اللسان، أقصى اللسان يرتفع، فحينما يرتفع أقصى اللسان يتضيق الحلق، فلما يتضيق الحلق الهواء الخارج والصوت الخارج يعني يتصعد إلى قبة الحنك، يصعد إلى قبة الحنك هكذا ويصطدم بقبة الحنك، فحينما يصطدم بقبة الحنك يعود الصوت وينتشر في الفم. هذه العودة للصوت وهذا الانتشار في الصوت ينتج عنه سمن في الحرف، ينتج عن ضخامة في الحرف، وهي صفة هي التفخيم. فالاستعلاء هو صفة لهذه الحروف وهو حق الحرف أن يتجه الصوت إلى قبة الحنك. ما الذي يترتب على اتجاه الصوت إلى قبة الحنك؟ الذي يترتب عليه هو أن يعود الصوت وينتشر في الفم وله صدى وله رنين، هذا ينتج سمن وفخامة في هذا الحرف، هذه هي صفة التفخيم وهي مستحق صفة الاستعلاء. عندنا حق الحرف أن يتصعد إلى قبة الحنك، طبعا نتكلم على حروف الاستعلاء، ما مستحق هذا الاتجاه للصوت إلى قبة الحنك؟ مستحقه تفخيم الحرف. فحينما نقول خاء مثلا هكذا ننطقها أخ خاء خي
خو هكذا هي حرف مفخم، حرف مستعل. الخاء حرف منفتح لأن الصوت لا ينحصر عند النطق بها بين اللسان وبين الحنك الأعلى، لأنها ليست من حروف الإطباق الأربعة الصاد والضاد والطاء والظاء. إذن الخاء هي حرف مهموس، حرف رخو، وحرف مستعلي، وحرف منفتح. هذا بالنسبة للصفات المتقابلة. أما الصفات التي لا ضد لها فلم تتصف الخاء بأية صفة من هذه الصفات. نأتي على أبرز الأخطاء التي تحدث عند نطق حرف الخاء ونختم بهذا. أول شيء عدم تفخيمها. مثلا البعض ينطق خالدين، مثلا يقول خالدين فيها أبدا ولا يفخم الخاء. الصواب أن نقول هكذا خاء، خالدين، خالدين، ولا نقول خالدين. عدم تفخيمها من الأخطاء الشائعة. من الأخطاء أيضا المبالغة في تفخيمها إذا كانت مكسورة. طبعا نحن نعلم أن التفخيم له مراتب، التفخيم في حروف الاستعلاء له مراتب. أدنى مرتبة هي حينما يكون الحرف مكسورا، فالبعض حينما يمر مع حرف الخاء ويكون حرف الخاء مكسورا فيقول حرف الخاء حرف مفخم ويبالغ في تفخيم هذا الحرف. لا، هو صحيح حرف مفخم، لكن إذا كان مكسورا يظل هذا الحرف مفخما، لكن هو في المرتبة أقل من الخاء المفتوحة أو الخاء المضمومة أو الخاء الساكنة، هو أقل في المرتبة. فهذا الكسر يضعف صفة التفخيم في حرف الخاء ولكنه لا يلغي هذه الصفة، فننتبه لهذا الأمر. وأنا كنت في الحقيقة قد نبهت لهذا الأمر لما تحدثت عن صفة الاستعلاء والاستفال وتكلمت عن التفخيم والترقيق وذكرت مراتب التفخيم، وذكرت أيضا أن التفخيم انقسم فيه العلماء إلى فريقين، فريق ابن الجزري رحمه الله وهناك مذهب آخر. الآن عندنا فاصل، بعده إن شاء الله نتلو التلاوة المنهجية ونستقبل اتصالاتكم لمن أراد أن يسمعنا قراءته، فحياكم الله. بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لكون يا حامل القرآن يا حامل السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم من جديد. وصلنا إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة. تلاوتنا المنهجية هي الصفحة 130 بعد 100 الثالثة من مصحف ليبيا من الآية 91
آسف من الآية 90 إلى الآية 99 من سورة الأنبياء. أتلو التلاوة المنهجية، بعدها الهواء مفتوح لكم لمن أراد أن يسمعنا قراءته ولمن أراد أن يسأل في علم التجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. صدق الله العظيم. نسر ونسعد بتلقي اتصالاتكم على الأرقام التي كانت منذ قليل أسفل الشاشة لمن أراد أن يسمعنا قراءته ولمن أراد أن يسأل في علم التجويد. من معنا؟ معنا أخونا الطيب من تونس. حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا بك. حياك الله شيخ، الله يبارك الله فيكم على هذه المأدبة القرآنية وجزاكم الله عنا كل خير. ولكم بالمثل، ولكم بالمثل، أهلا وسهلا، تفضل بالقراءة يا أخي. الله يبارك فيك سيدي. برواية الدوري عن أبي عمرو. نعم اقرأ. نعم سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم
ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين حسبك إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون حسبك بارك الله فيك أخي الطيب تحفظ بهذه الرواية أم تحفظ بهذه الرواية أم تحفظ برواية أخرى وتقرأ للدوري لا احنا كنا نقرا عن ابن كثير او قالون او ورش او حفص لكن ساتمرن ان شاء الله بالفضيله شيخنا سيدي الهادي وشيخ جزاه الله خير بدا في تفسير الشاطبي وبدات اقرا عن الدوري ان شاء الله شيء ان شاء الله ان شاء الله زادكم الله توفيقا وفضلا اخي الطيب جزاك الله خيرا ما شاء الله قراءتك متقنه معنا اختنا بنت ليبيا حياك الله يا اختي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا تفضلي بالقراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون هذا الألف لا يلفظ وأنا ربكم هكذا نقرأها وأنا ربكم لا نقول وأنا ربكم فاعبدون عفوا أختي عفوا لا نقول لا نقول وأنا ربكم هذا الألف لا يلفظ لو تلاحظ الآن على اللوحة فوق هذا الألف هناك صفر مستدير هذه علامة على أن هذا الألف لا ينطق في حالة الوصل لا نقول وأنا ربكم الصواب أن نقول وأنا ربكم هكذا نعم واصلي إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون
وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. حسبك حسبك بارك الله فيك أختي بنت ليبيا. معنا أخونا عبد الله، حياك الله يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا. بارك الله فيك. أهلا وسهلا بك وفيك بارك الله، تفضل بالقراءة يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة. لا تفخم الواو أخي عبد الله، لا تفخم الواو، لا نقول واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وهكذا، ولا نقول ولا نفخم الواو، الواو لا تفخمها العرب أبدا. نعم. إن هذه أمتكم أمة واحدة. ممتاز. وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. حسبك واقترب الوعد الحق. حسبك بارك الله فيك أخي عبد الله، ما شاء الله قراءتك هادئة وجميلة وتلاوتك متقنة، زادك الله توفيقا يا أخي. فقط انتبه لحرف الواو لا تفخمه، لما تقولش إن هذه أمتكم أمة واحدة. أيضا أختي بنت ليبيا انتبه لهذا الأمر، الصواب واحدة، هكذا نطقنا لحرف الواو، هذا هو النطق الصحيح، ننتبه لهذا. معنا أختنا وجدان، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بالقراءة يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل ادخل الصرح. اسمعيني صوت الحاء. عفوا يا وجدان، قيل لها ادخل الصرح. الصرح هكذا، اسمعيني صوت الحاء. قيل لها ادخل الصرح. فلما رأته حسبته نجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت
إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. حسبك حسبك الله العظيم. بارك الله فيك أختي. وجدان تلاوتك جيدة يا أختي، انتبهي لكلمة الصرح عند الوقف عليها. طبعا عندنا حاء ساكنة وقبلها راء ساكنة، لابد أن نعطي الراء حقها من السكون ومن التفخيم، ونعطي الحاء حقها من السكون، ننتبه لهذا. أيضا يا أختي عندك مشكلة في حرف القاف، بالذات لما يكون حرف القاف بعده ألف، لا تبالغي في تفخيمه، لا تقولي قال، الصواب هكذا قال قالت، لا نبالغ في التفخيم هكذا، يعني حسب ما سمعت، ربما الخلل في الاتصال، لكن هذا الذي سمعته، يعني بدا لي أنك تبالغين في تفخيم حرف القاف. صحيح هو في أعلى المراتب لأن مفتوح بعده ألف، لكن لا نبالغ، لأن هذه المبالغة يعني يؤثر على صوت الخاء ويخل بصوتها، انتبهي لهذا. أنت قرأت علينا من سورة النمل. من معنا؟ وصال؟ نعم، حياك الله يا وصال، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. حسبك ما شاء الله يا وصال، قراءتك جيدة، زادك الله توفيقا. فقط يا أختي انتبهي حينما تقفي على كلمة لسعيه، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، لا بد أن نحقق كسرة الياء، لا نقول لسعيه ي، هذه ليست كسرة صحيحة، لسعيه ي، هذه هي الكسرة الصحيحة، فلا بد أن نحقق كسرة الياء، ننتبه لهذا يا وصال. أيضا أختي من ثيبي عندك نفس المشكلة، انتبهي لكلمة لسعيه. عندنا الخلف أذكره فيما بقي من ثوان. عندنا حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج، طبعا حفص رحمه الله يهمز حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج، هذا حفص رحمه الله. في الآية 98 وهي قوله تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، نافع رحمه الله وأبو عمرو رحمه الله يبدلان الهمزة الثانية ياء مفتوحة، هذا في حالة الوصل، يبدلان الهمزة الثانية ياء مفتوحة، لأن عندنا همزتان من كلمتين، الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، فنافع وأبو عمرو يبدلان الهمزة الثانية ياء مفتوحة، طبعا في حالة الوصل، إذا وقفنا وابتدأنا اختبارا، طبعا لا يجوز أن نبتدئ اختيارا، فلو ابتدأنا اختبارا مثلا، بمعنى مثلا طلب منا شيخنا قال لنا ترى أوفولي على كلمة هؤلاء وأبدلنا بالكلمة اللي بعدها، هذا نسميه الابتداء الاختباري، يعني أن يختبرك شخص. هنا طبعا نحقق الهمزتان لو كان هؤلاء
آلهة ما وردوها. طبعا هذا لا يكون إلا اختبارا، لا يصح أن نبتدئ من هنا، هنا ابتداء قبيح، ولا يصح أن نقف على هؤلاء إلا مضطرين أو مختبرين، فننتبه لهذا أيها المباركون. طبعا ورش رحمه الله له ثلاثة البدل، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد. ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير، السلام عليكم.